لحظة لحظة يا جماعة، هذا مو إعلان لمطعم. كل أكل زائد يهدر في المطاعم ممكن يكون تربة صالحة لنبتة جديدة. تطبيق نعمة، وهو تطبيق وسيط بين أصحاب المطاعم والجهات المختصة بالتخلص بالأكل الزائد وتحويله إلى سماد عضوي. كل ما عليك إنك تنزل التطبيق وتعبي الاستمارة وراح توصلك حاويتك بأسرع وقت. تطبيق نعمة، هنا نحفظ النعمة.